السلام عليكم. التداعيات الإنسانية ورقة جدل بين الحكومة والمبعوث الأممي، هذا ما تقوله التصريحات والبيانات المتباينة المتعلقة بالتداعيات الإنسانية في الساحل الغربي. بيان ولد الشيخ حول التداعيات الإنسانية في الساحل الغربي بحسب مراقبين لا يعد عن كونه ورقة ابتزاز سياسي، فالبيان تغافل عن الوضع الإنساني والانتهاكات التي طالت المواطنين قبل التحرير في تلك المناطق قبل تحريرها. الحكومة أشارت في بيانها إلى أن عملية تحرير الساحل مسألة إنسانية صرفة، كونها تأتي في إطار تحرير مواطنيها من قبضة ميليشيا انقلابية مارست انتهاكات بحق حقوق الإنسان من أول طلقة إلى آخر لغم. تلك المناطق يعاني فيها المواطنون من القمع والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من قبل القوات التابعة للحوثي صالح، بما في ذلك الاعتقالات والإخفاء السري والتجنيد الإجباري للشباب والأطفال والقتل خارج إطار القانون والحرمان من المساعدات. ولفتت الانتباه في البيان الذي يأتي في إطار حرص الحكومة الشرعية على إنهاء تلك المعاناة وحماية المواطنين من انتهاكات الحوثي وصالح التي لا تحترم أي مواثيق أو قوانين دولية. من جهته اتهم نائب وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر تقارير الأمم المتحدة التي تصدر من المنظمات الأممية في صنعاء بعدم الحياد، وأرجع أسباب غياب الحيادية في التقارير الدولية إلى منع الحوثيين للمنظمات من إيصال المعلومات الحقيقية إلى المراكز الرئيسية لتلك المنظمات. مشاهدينا الكرام، حول جدل التداعيات الإنسانية في الساحل الغربي ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، والتي سيكون ضيفي فيها هنا في الاستوديو الأستاذ أحمد البحيح الناشط السياسي. مساء الخير أستاذ أحمد. أهلا وسهلا، مرحبا، حياكم الله. أهلا بك. كما سيكون معنا عبر سكايب دكتور محمد عسكر نائب وزير حقوق الإنسان. ولكن مشاهدينا، قبل أن نبدأ بهذه الحلقة نذهب لمشاهدة هذا التقرير. مجددا على طاولة الجدل بين الحكومة اليمنية والمبعوث الأممي، هذه المرة يحظر الوضع الإنساني على الساحل الغربي بالتزامن مع الخطوات الحثيثة لتحريره من قبل قوات الشرعية مسنودة بالتحالف العربي. التداعيات الإنسانية هي نقطة الجدل ومثار الحديث، بدءا ببيان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ الذي قال إن الاشتباكات الجارية على ساحل البحر الأحمر أدت إلى تفاقم الحالة الإنسانية المأساوية في هذا البلد، راميا بأسباب ذلك إلى الأنشطة العسكرية في المنطقة، فيما جاء رد الحكومة مؤكدا أن الجيش الوطني في مهمة تحرير مناطق الساحل الغربي التي يسيطر عليها الإنقلابيون. هو من صميم عمل وواجبات الحكومة كونها المسؤولة عن حماية مواطنيها. بيان الحكومة أيضا أوضح أن هدف التحرير هو وضع حد للمعاناة التي تبدأ بالقمع والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع، وانتهاء بالاعتقالات والإخفاء القسري والتجنيد الإجباري للشباب والأطفال والقتل خارج إطار القانون والحرمان من المساعدات وتفجير منازل المواطنين. بيان المبعوث الأممي لاقى موجة استنكار على المستويين الرسمي والشعبي، خصوصا أنه لم يتطرق إلى مسألة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت المواطنين القاطنين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي قبل تحريرها، سواء الساحل الغربي أو غيره من المناطق. الورقة الإنسانية بحسب مراقبين هي إحدى أوراق اللعبة السياسية، وهو ما تشير إليه طبيعة البيانات والتصريحات الصادرة عن المبعوث الأممي وبعض الأطراف الدولية، والتي تتزامن مع أحداث سياسية وعسكرية متغافلة عن جذور المأساة الإنسانية التي بدأت منذ الانقلاب والاجتياح. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة والتي نناقش فيها جدل التداعيات الإنسانية حول الساحل الغربي، أجدد ترحيبي بضيفنا الأستاذ أحمد. مساء الخير مرة أخرى أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، هذه التداعيات الإنسانية، يعني هناك من يراها أنها ورقة جدل بين الحكومة وأيضا الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إن صح القول، كيف تقرأ هذه البيانات الصادرة خاصة يعني بعد تحرير الساحل الغربي؟ اولا امسي عليك اختي الكريمه وعلى ضيفك الكريم وعلى الساده المشاهدين. حقيقه الامر انه دائما ما كنا نرى ولد الشيخ احمد من خلال بياناته يدعي موضوع الحرص على الجانب الانساني وتداعيات الوضع الانساني وفي اليمن بشكل عام، لكن اذا ما اردنا ان نقرا المشهد او نقرا حقيقه هذه البيانات من زاويه اخرى،
أنه هي محاولة لولد الشيخ لإنقاذ الميليشيات صالح والحوثي بعد أن منيوا بخسارات فادحة في الساحل الغربي. المعني أولا بالوضع الإنساني للمواطن اليمني هي الحكومة اليمنية وليس من خلال ولد الشيخ أو حتى الطرف الآخر. نحن نعلم جيدا وحينما تم الاحتلال أو تم دخول مدينة المخا وكذلك مختلف المحافظات في الساحل الغربي، رأينا كثير من المواطنين يتعرضون للتعذيب والاعتقال والاختطاف، ومنهم من هم تحت سلطة ميليشيا يعني ليست وهذه السلوكيات ليست بغريبة على هذه الميليشيات. في المقابل رأيناهم يعملون جاهدين على أن يتحول الساحل الغربي ليس فقط مشكلة للمواطن اليمني، بل تحول هذا الساحل الغربي تهديد الأمن الدولي. تم استهداف بارجة إماراتية من خلال الساحل الغربي، تم استهداف بوارج أمريكية من خلال الساحل الغربي، تم استهداف آخرها البارجة السعودية من خلال الساحل الغربي. هذا ما يعني أن الميليشيات حولت هذا الساحل الغربي إلى منطقة تهديد الأمن للأمن الدولي، وليس فقط يعني الأمن اليمني بل أمن الملاحة الدولية بشكل كامل. وهذا يعطي الحكومة الحق في أنها تمارس كل ما لديها من إمكانات عسكرية وغير عسكرية لتحرير هذا الساحل، كون المعني في الأول والأخير هم الحكومة. اللوم خارجيا وداخليا إذا ما تم استهداف الملاحة الدولية أو استهداف المواطنين أو ازدياد نسبة المعاناة على المواطنين، المعني والمسؤول عن ذلك هي الحكومة اليمنية. صح. والحكومة اليمنية أمام خيارات ليس لها ثالث، وهي يا إما أن تحرر هذه المناطق وتحافظ على كرامة المواطن وتؤمن هذه السواحل، وإما أن تتركها مرة أخرى لتستمر هذه الميليشيات الإرهابية. ونحن نعلم جيدا أن الساحل الغربي هو الشريان الوحيد المتبقي لدى الميليشيات. الساحل الغربي لم يكن فقط منطقة استهداف أو منطقة زعزعة أمن للمنطقة والمياه الإقليمية، بل تحول إلى شريان لتدفق الأسلحة وتتفق الأموال وتتفق حتى المقاتلين عبر هذا الساحل الغربي. لذلك في تصوري أن الحكومة اليمنية من خلال قرارها البدء في تحرير الساحل الغربي ابتداء من باب المندب مرورا بمنطقة المعسكر العمري ومن ثم ذباب وكذلك وحتى المخا، وها هي الآن في طريقها باتجاه محافظة الحديدة، هذا القرار وأن أتى متأخرا لأنه سيضع العالم أولا. يعني أنت تجد أن بيان ولد الشيخ يعني لم يأتي فقط من منظور إنساني فعلا وإنما ابتزاز سياسي. نعم أتفق مع هذا المفهوم، أنه بالفعل ولد الشيخ يريد من بهذا البيان أن يقلص الخسائر التي في صفوف الميليشيات، وأن يحد من التحرير الذي تسعى له الحكومة من خلال الساحل الغربي. ولد الشيخ دائما ما رأينا ما نراه يتحدث ويخرج للعلن من خلال بيانات أو مؤتمرات صحفية حينما نجد الميليشيات في وضع كارثي عسكريا. وهنا يكون هنا تساؤل، ما هي مهمة ولد الشيخ في اليمن؟ هل هي حماية الميليشيات ومحاولة أن يتحول محامي على الميليشيات بدعاوي إنسانية وحقوقية، أو مهمته هو تنفيذ قرار 2216 والذي يجيز الحكومة اليمنية العملية العسكرية الجارية؟ إذن اسمح لنا أن ينضم معنا في حوارنا هذا الدكتور محمد عسكر نائب وزير حقوق الإنسان عبر سكايب من عدن. مساء الخير دكتور محمد. مساء الخير أخت آسيا، ومساء الخير لضيفك الكريم الأخ أحمد. أهلا بك دكتور. يعني وزارة حقوق الإنسان من خلال تصريح لك وجهت تهمة للتقارير أو لتقارير الأمم المتحدة التي تزور المنظمات الأممية في العاصمة صنعاء بعدم الحياد، على أي أساس تم توجيه هذه التهمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا أولا أختي العزيزة على إتاحة هذه الفرصة. في الحقيقة يعني هناك عدم دقة في نشر التصريح. التصريح كان أن المنظمات الدولية بشكل عام، ولم نخصص الأمم المتحدة على وجه الخصوص، أن تقاريرها تفتقد إلى الدقة وإلى كثير من الحيادية المطلوبة في هكذا تقارير إنسانية. بالنسبة للوضع في اليمن علينا أن نعود إلى النقطة المركزية الأولى، وهي توصيف الوضع في اليمن. الذي ينبني على هذا التوصيف سيكون تاليا عليه أي آثار أو أي أحكام عليه. فالحكم على الشيء كما يقال فرع عن تصوره. الذي حصل من هو أن هناك انقلابا فاشيا ميليشياويا انقض واغتصب السلطة الشرعية
وتم حبس الرئيس الشرعي والحكومة الشرعية واحتلال مؤسسات الدولة. النقطة الثانية التي يترتب على هكذا انقلاب أن يقوم الشعب اليمني بكلياته كشعب وكمنظمات مجتمع مدني وكحكومة بممارسة حقهم الطبيعي في الدفاع عن النفس وفي مقاومة هذا الانقلاب. ثم يأتي بعد أن الحكومة الشرعية بمحاولة تحرير المدن والقرى اليمنية التي يحتلها الانقلابيون كتعز وكالمخا وكمأرب وقزم المأرب والقوف وصنعاء وغيرها، حينما تقوم القوات الشرعية اليمنية بتحرير هذه المناطق من هذه الميليشيات، للأسف تقوم بعض الأطراف الدولية بكرت أو ورقة الورقة الإنسانية من أجل يعني الدفاع عن هذه الميليشيات أو منع إجلائها من مؤسسات الدولة اليمنية، مما يفاقم الأزمة اليمنية إنسانيا ويجعلها تستمر أمدا أبعد. وهذا ما جعل الأزمة اليمنية تستمر حتى الآن ما يربو عن سنتين، وهذا مما لا شك فيه. نعم، لو عدنا لتصريحك دكتور محمد، في أي مكان على الكرة الأرضية ستخلف مآسي ودمار وويلات. صحيح. وهذا ما نتمنى أن تزول بأقرب وقت ممكن إن شاء الله. نعم دكتور محمد، لو عدنا لتصريحك، يعني برأيك ما هي أسباب غياب الموضوعية في التقارير الدولية؟ يعني هل إلى منع الحوثيين من هذه المنظمات ممارسة عملية؟ ولما لا يتكلمون؟ يعني هل البقاء أو عدم الحياد هو الحل من وجهة نظر هذه المنظمات؟ لو عدنا إلى الوراء قليلا، إلى بداية الانقلاب قبل حوالي سنتين، حينما خرجت المنظمات الدولية وموظفيها الأجانب أجلتهم بعد أن تأزم الوضع سياسيا وأمنيا في العاصمة صنعاء، وأجلت كثير من السفارات كما تعلمون موظفيها، قامت هذه المنظمات بإجلاء موظفيها الأجانب، واعتمدت طوال الفترة الماضية على موظفيها المحليين. نعم. والذين للأسف شديد في جزء منهم لم يكونوا محايدين وكانت لهم ارتباطات مع الأجهزة الأمنية للمخلوع ولميليشيا الحوثي. هذه العصر للأسف لم تكن بمستوى الأمانة في نقل الوقائع، فوجدنا تقارير أممية مشوهة لا تعبر عن حقيقة الواقع الذي حصل في عدن وكوارثه ومآسيه والدمار الذي حصل. نعم. وحجم الألغام الذي زرع وحجم الدمار، وكذلك المجازر التي حصلت في تعز وما حصل من دمار وتفجير للمساجد. لم نلاحظ كل هذه الأشياء في التقارير الأممية، وجعلوا الإشكال يا دكتور هو في العاصمة صنعاء وما حولها. نعم، دعني أنقل هذه النقطة لضيفنا هنا في الأستوديو الأستاذ أحمد. يعني تحدث الأستاذ الدكتور محمد عسكر أن التقارير الأممية كانت مشوهة لعدم وجود ربما بعد مغادرة الطاقم الأجنبي وبقاء فقط الموظفين اليمنيين، لم تذكر العديد من النقاط التي تعد إنسانية فعلا، الألغام، الدمار الذي شمل الكثير من المحافظات، المجازر التي حدثت، الحصار. ليس فقط التقارير أستاذ أحمد، ولكن أيضا لم نسمع لأي بيان يخرج به ولد الشيخ حين وجود مثل هذه المآسي. هل يعني حقوق الإنسان تختلف من منطقة لأخرى من وجهة نظر ولد الشيخ؟ مع الأسف الشديد، وهنا يعني تكون الصورة أكثر تجليا وأكثر وضوحا حينما يتم الكيل بمكيالين، وكأنه الدماء التي أريقت في عدن وتعز والجوف ومأرب ومختلف المحافظات كأنها لا ترى، بينما الدماء التي كما زعم تراق في صنعاء وما حولها يتم الحديث عنها. بالفعل أنا أتفق مع الدكتور محمد في مسألة أنه المشكلة تكمن في الموظفين المحليين. المنظمات الدولية حينما غادرت اعتمدت على موظفين محليين كما تحدث الأستاذ، وهذه حقيقة لديهم ارتباط، إما ارتباط أيديولوجي أو ارتباط أمني أو ارتباط حتى فكري، وكذلك ارتباط حاليا سياسي مع
مع الميليشيات، ميليشيا صالح والحوثي. لذلك من الطبيعي أن نرى هذه النتيجة. الموظف، معايير توظيف هؤلاء الموظفين أن يكونوا محايدين ويعملون بالفعل لتحقيق السلام ودعم حقوق الإنسان لم تكن موجودة في هؤلاء الموظفين، ولذلك من الطبيعي أن نرى هذه التقارير أن ترفع لصالح طرف ما ضد طرف آخر. لكن المشكلة تكمن في ماذا؟ أن تعامل المنظمات الدولية التي من خلالها يبني قراراته ولد الشيخ وكذلك بياناته، يفترض أن يكون هنالك تعامل مباشر مع الوزارات المعنية. نحن نعلم أنه كثير من رأينا وظهر للعلن أن هنالك تخاطب ما بين الأمم المتحدة وبعض الجهات التي ما زالت تحت احتلال الميليشيات. كيف لهذه الجهات أن تكون حيادية وهي محتلة وتحت يعني قوة السلاح من قبل هذه الميليشيات؟ لا يمكن أن تكون محايدة. كذلك ولد الشيخ أحمد، ونحن دائما ما نسمعه يتحدث أنه مصلحة الإنسان اليمني أولا، المواطن اليمني إلى آخره، كل هذه يتكلم من منظور واحد. لكن دور الأمم المتحدة في التعامل مباشرة مثلا مع وزارة حقوق الإنسان اليمنية ومع وزارة الخارجية اليمنية ومع الجهات التي بالفعل لديها تقارير دقيقة وتقارير ليست يعني بطريقة محايدة وليست إلى طرف ما، التعامل معها يكون بشكل بسيط. وكثير من هذه التقارير، وأنا مطلع على العديد من التقارير التي رفعت للأمم المتحدة، تركت على شكل على جنب وبدأوا يتعاملوا مع التقارير التي تأتي إليهم من صنعاء. وهنا يعني يفترض على ولد الشيخ أن لا يستمر بهذه الطريقة وهذه المعايير. الحكومة اليمنية معنية بشكل قبل مباشر. أن نأخذ أو يعني نذهب لرأي الحكومة اليمنية أو موقفها، دعنا فقط نستمع للصحفي عبد الحفيظ الحطامي عبر الهاتف من الحديدة. مساء الخير أستاذ عبد الحفيظ. مساء النور أختي الكريمة لك ولضيفك الكريم. نعم عبد الحفيظ، هل حدثتنا عن الوضع الإنساني في الساحل الغربي إذا ما صح القول قبل التحرير وبعد التحرير؟ نعم أختي الكريمة، بالنسبة للوضع الإنساني بعد تحرير مديرية المخا، هناك المئات من الأسر نزحت من مدينة المخا باتجاه مديرية الجراحي، مديرية الخوخة، مديرية الزبيد، حيس، والبعض من هذه الأسر وصلت إلى مدينة الحديدة. طبعا هذه الأسر فقدت منازلها، فقدت أموالها، فقدت الكثير بعد أن تمترست بها ميليشيا الحوثي والمخلوع. للأسف الشديد يعني ما يقارب الأسبوعين والميليشيا الحوثي والمخلوع تتخذ من هذه الأسر أو اتخذت من هذه الأسر دروعا بشرية. وهناك مناشدة من المواطنين، نحن كصحفيين أرسلناها لمكاتب الأمم المتحدة للمنظمات الحقوقية التي للأسف الشديد لم تحرك ساكنا إذا هؤلاء، ولم تمنع الميليشيا الحوثي والمخلوع من التبترس بهؤلاء المواطنين رغم المهنية العسكرية التي أبدتها القوات التحالف في التعامل مع الأحياء السكنية. وكان ثمت بطء وتدرج في عملية استعادة مدينة المخا، لكن هؤلاء إنسانيا منكوبون، هؤلاء ليس لهم رعاية صحية، هؤلاء يعانون من الجوع، يعانون من الأوبئة، يعانون من التشرد، هؤلاء بعضهم اتخذوا سعف النخيل، اتخذوا نعم. إذن ما هي أبرز أستاذ عبد الحفيظ، ما هي أبرز الاحتياجات الإنسانية والوقاية والتي يفترض على الحكومة توفيرها الآن لهؤلاء المواطنين؟ المأوى والغذاء والدواء، هذه أهم الأشياء الأساسية التي يعيش بها الإنسان. وبالتالي لابد من التحرك للحكومة الشرعية لإيواء هؤلاء والإعادة أيضا، على اعتبار أن معظم الأحياء مدينة المخا أصبحت محررة، فلا بد أن توفر كافة الأجواء الآمنة لهؤلاء السكان لكي يعودوا. هل تعد آمنة رغم يعني سمعنا بوجود الكثير من الألغام؟ طبعا هناك في تصريحات القيادة العسكرية أنه دعت المواطنين للعودة إلى منازلهم، لكن يجب أن يتحملوا المسؤولية القادة العسكريون في الجيش الوطني، لأنه هناك ألغام، هناك بيوت نهبت بالكامل من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوق قبل أن تغادر هذه الأحياء، هناك منازل دمرت أثناء الاشتباكات. وبالتالي على القوات الشرعية أن يعني أن تعيد ترتيب الحياة السكنية والحياة المعيشية لهؤلاء السكان، وأن تؤمنهم أيضا
من بعض العصابات، من بعض السرف، من يحاولون تشويه الشرعية في بعض الأحياء. لابد من إيجاد بيئة آمنة لإعادة المنكوبين وإعادة المشردين والمهجرين من مدينة المخا، إضافة إلى أن البعض الذي لا يستطيع أن يعود إلى مدينة المخا عليها أو على الحكومة الشرعية أن توفر له المأوى، العلاج، الدواء، أيضا الغذاء الكافي حتى يتم إعادته تدريجيا إلى مدينة المخا. نعم عبد الحفيظ، يعني هل لمستم أي جهود إغاثية حتى الآن من قبل الحكومة الشرعية أو أي منظمات؟ أختي الكريمة، للأسف الشديد حتى الآن لا يوجد أي تحرك في هذا الجانب، لا على المستوى الأهلي ولا على المستوى الحكومي. للأسف الشديد المهجرين مثلا في مديرية الجراحة تعرضوا للابتزاز من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع، وتم رفع بكشوفات المشردين إلى المهجرين من المخا إلى مديرية الجراحي، وتم ابتزاز المهجرين والتلاعب بمستحقاتهم والتسول باسمهم من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع. ولكن حتى الآن للأسف لا توجد مبادرات، هناك مناشدات تطلقها الجهات الرسمية الشرعية والمنظمات الحقوقية لإغاثة المنكوبين والمهجرين من أبناء مدينة المخا. ويجب على الحكومة وعلى القوات الشرعية وقوات التحالف أن تهيكل أولوياتها في التعاطي مع الجانب الإنساني والوضع الإنساني في مديرية المخا. نعم صحيح، شكرا جزيلا لك عبد الحفيظ الحطامي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من الحديدة. أستاذ الدكتور محمد، يعني دعني أنقل بعض التساؤلات التي طرحها الأخ عبد الحفيظ حول أداء الحكومة. يعني ما الذي أعددتم أنتم كوزارة حقوق الإنسان غير المناشدات التي يتم إطلاقها؟ يعني بطبيعة الحال ربما هي معركة مكتملة، تعلمون أن هناك تحرير، ما الذي يأتي بعد هذا التحرير؟ هناك أسر منكوبة، أسر مهجرة، أسر فقدت عائلها وفقدت مأواها وغذائها إلى ما إلى ذلك. طبعا بعد عملية التحرير قدم مشكورا الهلال الأحمر الإماراتي قوافل مساعدة مستمرة من عشرات الشاحنات أدوية وأغذية وأغطية وخيام، وكذلك مركز الملك سلمان الذي يصل خيره إلى كافة أنحاء اليمن بما فيهم صعدة. في الحقيقة أختي العزيزة، أحب أن أؤكد على نقطة هامة للغاية. نعم. فيما يتعلق بأوجه التشويه للحقائق التي تحصل على الأرض، مما يجعل المشهد اليمني وكأن الضحية جلادا والجلاد ضحية. يعني حينما تأتي تقرير أممي ويتحدث عن ضحايا الألغام في تعز عن رصد 15 حالة فقط، هل يعقل بعد أكثر من سنتين 15 حالة ألغام بين الأطفال؟ بينما التي رصدناها ووثقناها ووثقتها كثير من المنظمات غير الحكومية بالصوت والصورة والشهود، أكثر من 179 حالة من الأطفال الذين قتلوا بسبب الألغام وغيرها من غير الطبيعية. حينما نتحدث عن أكثر من 3000 مختطف الآن موجود في سجون الحوثي، أي من المنظمات الدولية الموجودة الآن في صنعاء مراكزها نزلت إلى هذه السجون وفتشتها ووجدت وألمت أهالي الضحايا أو أهالي المختطفين وعضت؟ نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بك دكتور محمد. لا بأس، إذن فاصل قصير ونواصل مشاهدينا الكرام. أستاذ أحمد اسمح لنا بهذا الفاصل، نذهب لهذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم ضيفي الكريمين أستاذ أحمد ودكتور محمد عسكر. أستاذ أحمد، يعني كنت قبل يعني أن ينضم إلينا عبد الحفيظ تحدثنا عن الحكومة ودورها. يعني بين الحكومة وضحت في بيانها يعني المساعي الإنسانية في الساحل الغربي والمخا، تحدث معنا دكتور محمد عن بعض الخطوات التي قامت بها الحكومة، ما الذي كنت تود قوله عن الحكومة؟ الذي كنت أود أن أوصل له أنه الحكومة اليمنية معنية بدرجة أولى بأوضاع المواطنين في المحافظات، كانت المحررة وغير المحررة، ولكن مسؤوليتها تجاه المحافظات المحررة أكبر كونها تحت سيطرتها وهي التي تلامس احتياجات هؤلاء المواطنين.
أعتقد أن الحكومة اليمنية، وهذا من الطبيعي أن حينما بدأت في وضع خطة لتحرير الساحل الغربي بمختلف مديريات ومحافظات، وضعت مقابل عمليات العسكرية وعمليات إنسانية وعمليات إعادة تأهيل هذه المناطق ومراعاة ظروف المواطنين. مدينة المخا بالتحديد ليست المشكلة فيها دخول الشرعية، ولكنها أصبحت أثناء العملية العسكرية مدينة غير مناسبة وغير آمنة، لأن الميليشيات زرعت معظم مناطق هذه المدينة بالمتفجرات والألغام. هذا ما يعني حتى المواطنين لو لم تدخل الشرعية لهذه المدينة، المواطنين أصبحوا في خطر كونها الألغام منتشرة على مستوى الساحل وكذلك في شوارع المدينة. ورأينا كثير من التقارير التي تحدثت بشكل مباشر يعني من داخل هذه المدينة عن زرع الألغام في أماكن لا يمكن أن يصلها حتى الآن بالعسكري، لكن كانت بهدف استنزاف، وكانت الهدف منها انتقام من الكل، كان عسكريا أو مدنيا. لذلك الحكومة اليمنية يفترض أنها قامت بعملية متكاملة، عملية عسكرية كما تحدث الدكتور محمد، ما يقوم به من جهود الهلال الأحمر الإماراتي وكذلك مركز الملك سلمان، لكن هذه الجهود يفترض أن تكون ليست في وضع اعتيادي، يفترض أن تتحول إلى وضع طوارئ لهذه المدينة. أولا نزع هذه الألغام التي نشرت يعني بشكل كبير، ثانيا إعادة المدينة الوضع الخدمي فيها بشكل سريع، ومن ثم يتم إيصال رسالة للمواطنين أن المدينة أصبحت آمنة. لا يمكن دعوة المواطنين في هذه الظروف، أنا أعتقد أنه إذا ما تم دعوة المواطنين في هذه الظرف فهنا ربما تحصل مشكلة مع المواطنين. نحن جربنا في كثير من المحافظات التي تم تحريرها، كان هناك دعوة سريعة من قيادات عسكرية ومدنية أن المدينة أصبحت آمنة فنرحب بالمواطنين، وكثير من هؤلاء المواطنين واجههم كثير من التحديات، منهم اللي ما يجد ما يأكل، ومنهم اللي ما يجد أصبح منزله تم سلبه، يعني تم السلب ونهب، ومنهم موجود منزله مدمر، وآخرون تعرضوا لمتفج يعني ألغام في الطريق. لذلك لا يتكرر الخطأ مرة أخرى، ما كان هنالك من أخطاء في محافظات وحريرات يفترض أن يتكرر في المحافظات الأخرى، والحكومة اليمنية يفترض لديها طاقم متكامل يقرأ المشهد بشكل أوسع ويقرأ احتياجات المواطن، وما الذي يجعل المواطن يعود إلى حضن الشرعية إلا إذا وجد المحافظات المحررة وكذلك المدن المحررة فيها الأمن والأمان والخدمات المتوفرة. صحيح، ننقل هذه الفكرة لضيفنا دكتور محمد. دكتور محمد، هل الرؤية واضحة أمام الحكومة بهذه الصورة التي تحدث عنها الأستاذ أحمد، خاصة في المناطق المحررة التي عانت من تهدم بعض المنازل، من سلب بعض المنازل وتفجيرها؟ هل يعني لديكم الاستعداد الكاملة لعودة هؤلاء الذين هجروا من منازلهم ونزحوا أيضا، خاصة يعني وأنت تعلم بعد بيان ولد الشيخ العازف على وتر التداعيات الإنسانية، لا يفترض بالحكومة أن تكون يعني أكثر حرصا على المواطنين كما تحدثت في بيانها؟ المفروض أن أي حكومة تحترم نفسها هي أن تكون أكثر حرصا على مواطنيها الذين انتخبوها والذين أيدوها والذين يلتزمون بخطابها وخطها السياسي. أقتدي إذا أن اليمن بيأخذ أبعاد تبعده عن حقيقته. حقيقة الأمر هو وجود انقلاب، هذا الانقلاب دمر مؤسسات الدولة اليمنية، كما تعود الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد احتلال ميليشيات لمؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء، مؤسسات الدولة التي تحمي حقوق الإنسان في محافظات اليمن كلها، المسؤولة عن إطعام اليمنيين وعن توفير المرتبات وعن إيصال الخدمات. حينما تعود الحكومة إلى العاصمة عدن وقد دمرت كل المؤسسات وقد دمرت كل مراكز الشرطة وكل مقرات المحكم، بهذا الشكل تعجز الحكومة عن الإيفاء بواجباتها تجاه المواطنين. ومع ذلك عادت الحكومة ومن تحت الأنقاض تحاول أن من أجل إيصال الخدمات والمساعدات والإنسانية للمحتاجين، وهي بذلك ليست وحدها في الساحة. في الحقيقة هناك منظمات إنسانية تعمل، كما أسلف مركز الملك سلمان قدم يعني أشياء كبيرة للغاية من المساعدة كافة أنحاء اليمن، وفي خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها الأمم المتحدة برنامج الغذاء العالمي يقدم لملايين اليمنيين
الغذاء الغذاء بأنواع مختلفة إلى مختلف المحافظات. الهلال الأحمر الإماراتي يعمل على ترميم المؤسسات ومراكز عمل من خلالها الحكومة. أخت العزيزة، لا يمكن بأي حال من الأحوال في هذا الظرف نستطيع أن نقول أن الحكومة لديها الاستعدادات الكاملة، لأن الحكومة الرئيسي هو الانقلاب، وبالتالي فإن الانقلاب هو المسؤول المباشر أو غير المباشر عن كافة المآسي التي تحصل في اليمن، ولا بديل عن دحر هذا الانقلاب والتخلص منه من أجل ممارسة الحكومة واجباتها تجاه مواطنيها. نعم دكتور، هناك من يطرح أن الورقة الإنسانية باتت ورقة ابتزاز سياسي لتنفيذ أجندة سياسية بعينها، هل تتفق مع هذا الطرح؟ في الحقيقة أن أي إنسان يمني يحمل حس وطني بكل تأكيد يروعه ما يحصل في بلده من تدمير لكل المنجزات التي حققتها ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر. كل الذي بناه اليمنيون بعرقهم وأموالهم خلال أكثر من 30-40 سنة يتم تدميره الآن. كم عشرات الآلاف من الضحايا من الأطفال والنساء، هذا أمر مروع. هذه حرب لديها آثار ولديها مآسي وصلت لكل مناطق اليمن ولكل بيوت اليمن، لكنها حرب فرضت على اليمنيين من قبل انقلابيين حاولوا أن يغتصبوا السلطة من أجل أن يسوموا اليمن العذاب، وهذا الذي حصل دفع المقاومة الشعبية ودفع الحكومة ودفع التحالف إلى بذل الجهود الكبيرة لتطهير الأراضي اليمنية من هذا الانقلاب وأذرعه الإيرانية. لا شك أن الورقة الإنسانية أصبحت ورقة سياسية في كثير من النزاعات الدولية والإقليمية. نعم. وهكذا يتم يعني التعامل الكبار مع أو اللاعبين الدوليين قضايا الناس وقضايا المناطق المهمشة أو الفقيرة، لا ينظرون إلى حجم الدمار الذي تسببت به هذه الجهات وطول معاناة اليمنيين من يعني لا يعنيهم ان تستمر 3 سنوات 4 سنوات، بينما الحكومه الشرعيه الرئيس الشرعي المنتخب من الشعب يهمه ان يعمل على وقف هذه الانتهاكات وهذا الدمار وهذا الفساد في الارض الذي جلبه الانقلابيون. نعم. اسمح لي ضيفي الكريم ان ينضم معنا ايضا عبر الهاتف الاستاذ عارف ابو حاتم المحلل السياسي من الرياض. مساء الخير استاذ عارف. مساء النور، أهلا بك. برأيك أستاذ عارف، هل نحن بصدد استخدام سياسي للتداعيات الإنسانية في الساحل الغربي برأيك؟ أولا معركة الساحل الغربي ليس في الهدف منها فقط هو كسر شوكة الجماعة الانقلابية. نعم. وإنما الهدف الرئيسي كان هو إنهاء معاناة المواطنين وإنهاء معاناة الناس في هذه المنطقة، وهذا ما أكد عليه بيان الحكومة الصادر أمس. الناس ذاقوا الأمرين من حكم الميليشيات، وأنتم تذكرون أن أحد أفراد الجماعة الحوثية تباهى في صفحته بأنهم جمعوا تبرعات من أبناء مديرية الزهرة، هذه المديرية التي الناس فيها أكلوا التراب من الفقر، والتي استجاب لها كل العالم وناشدهم فيها كل العالم، إلا الجماعة الحوثية ذهبت تجمع منهم مجهود حربي. الناس لم يعد لديهم ما يبقيهم على الحياة، بل أنه وجد شاب عمره 35 سنة كان وزنه أقل من 20 كيلو. نعم. وجماعة الحوثية هناك انتهكت حقوق الناس. الآن جاءت هذه الحرب في الساحل الغربي لإنهاء معاناة الناس ولتحريرهم، وأنتم تعرفون أنه ما دخلت القوات الحكومية والشرعية منطقة إلا واجتمع الناس معها من كل حدب وصوب فرحين بعودة دولتهم، بعودة مؤسساتهم، بعودة رجال الدولة وانتهاء رجال الإصابات. الآن الذي أخذ أمامه هو بيان ولد الشيخ. ولد الشيخ يقول في بيانه الأخير أن الأنشطة العسكرية في الساحل الغربي تهدد بعرقلات استيراد الإمدادات التجارية والإنسانية. نحن نسأله، هل كانت قبل ذلك آمنة أم كانت تهريب لأسلحة وحرب على المواطنين؟ هذه النقطة المهمة. النقطة الثانية، حين يجلس ولد الشيخ في بيانه الأخير ويقول أنه يبدي حرصه على الحركة التجارية والإنسانية وحركة الساحل الغربي، هل يجرؤ أن يقول للناس من كان يسرق المساعدات التي القادمة من كل المنظمات الدولية
إذن لماذا برأيك ينتقي مبعوث الأمم المتحدة مسائل إنسانية بعينها، يتم التغاضي عن العديد من الحالات الإنسانية أو الأحداث الإنسانية والانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها الميليشيا على مرأى ومسمع؟ حتى هذا اليوم يوجد 67 شاحنة مواد غذائية محاصرة في غرب سعد، يرفض الجماعة الحوثية السماح لها بالدخول، وحتى هذا اليوم ترفض الجماعة الحوثية في منطقة الحوان شرق تعز السماح بدخول إبر الأنسولين وأدوية السرطان لأبناء تعز. لماذا لا يتحدث ولد الشيخ من سرق المساعدات؟ لماذا لا يقول للناس من سرق الدقيق والقمح؟ نعم أجبني أنت أستاذ عارف، لماذا ولد الشيخ يتحدث ويبدي حرصه وحزنه الشديد على اليمنيين حين يتقدم الجيش الوطني، يدعو إلى وقف إطلاق النار حين يتقدم الجيش الوطني، يدعو إلى حلول عاجلة وفوري قدم الجيش اليمني، وكأنه يلقي طوق النجاة لهذه الجماعة. حين تقدم هذه الجماعة الميليشيا الانقلابية في أي منطقة في اليمن، فولد الشيخ يأخذ استراحة محاربة واستراحة مفاوض، ولا يتقدم ببيان ولا يدعو حرص ولا يفعل شيء. نعم. اليوم حتى ولد ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قال بأن 1400 طفل قتلوا منذ بداية الحرب. لماذا لا يقول لنا من جند الأطفال؟ من أجبر الشباب على التجنيد الإجباري ودخلهم من المعسكرات؟ من هدم مدارسهم؟ من فجر المدارس وأخرج أبنائها عنوة وحملهم الأسلحة؟ لماذا لا يقول كم عاد الأطفال؟ وهذه سؤال أجه ولد الشيخ وستيفن أوبراين، كم عاد الأطفال في محافظة صعدة الذين أخرجوا مدارسهم وحملوا السلاح بالقوة والذهب بهم إلى معركة عبد الملك الحوثي الخاسرة؟ نحن الآن أمام تعري أخلاقي للمجتمع الدولي. لماذا لا يقول للناس ما هي الحقيقة ومن الذي قتل الأطفال ومن الذي هتك البيوت ومن الذي فجر المدارس ومن ارتكب كل هذه البشاعات الإنسانية؟ من الذي وصل به الجرأة؟ إذن أستاذ عارف، يعني بعد بيان ولد الشيخ أصدرت الحكومة بيان بخصوص الوضع الإنساني في الساحل الغربي، كيف تقرأه؟ بيان الحكومة اليمنية؟ نعم، بيان الحكومة اليمنية جاء من حرصها الشديد على إنهاء معاناة الناس وعلى توقيف حالة هذه الحرب ولتحرير المنطقة. الآن هل الوازعية أو المخاوض الضباب أفضل حالا في عين الشرعية أم أسوأ حالا؟ بالتأكيد أنها أفضل حالا، بالتأكيد أنها دخلت إليها المساعدات الإنسانية القادمة من المنظمات الدولية، بالتأكيد أن المواطنين هناك تسلموا رواتبهم وعرفوا معنى دولتهم. لا، الدولة اليمنية الآن أصبحت الحكومة اليمنية ترسل بالرواتب الناس حتى الذين في العاصمة صنعاء وفي عمران وفي صعدة عبر شركة الصرافة بعد أن منعتهم الجماعة الحوثية. نحن أمام دولة تشعر مسؤوليتها تجاه كل فرد وتجاه كل قطرة دم تسقط، وأمام ميليشيا لا يهم إلا أن يحكم عبد الملك الحوثي بوهم الحق الإلهي. نعم، إذن شكرا جزيلا لك عارف أبو حاتم المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، يعني ما هي مخاطر برأيك الورقة الإنسانية عندما تكون وسيلة للابتزاز السياسي؟ هنا أعتقد أنه إذا استمر ولد الشيخ بهذا المنهجية وهذه الطريقة التي يحول الجانب الإنساني للابتزاز سياسيا، هنا نؤكد أن المؤسسة الدولية التي يعول عليها أن تكون راعية لحقوق الإنسان ومراعية لمصالح المواطن الإنسان في مختلف دول العالم بدأت تحول هذه الأوراق وتحول الإنسان إلى ورقة يبتز بها من أجل مصالح سياسية، وكأنه الإنسان بطبيعة الحال وقود لهذه الأهداف وهذه الأحلام. أيضا ضياع السياسية. حقوق هؤلاء. أكيد أكيد. إذا ما استمرت بهذه المنهجية كما أسلفنا، أن تقض الطرف عن طرف وتبدي ادعاءاتها وبياناتها في طرف آخر تضيع حقوق الناس. وهنا هناك عوجات كبير بالفعل في منظمات دولية وفي الهيئات الدولية التي يعول عليها كثيرا في أن تكون هي داعمة وواقفة لحقوق الإنسان، لكن هنالك تغير كبير في هذه المنهجية. هنالك استخدام رخيص أنا أسميه، لأن الإنسان لا يمكن التلاعب بحقوق الإنسان، لا يمكن التلاعب بحقوق هؤلاء المواطن أيا كانوا وفي أي مكان كانوا. الحكومة حينما تعاملت بمسؤولية تجاه المواطن اليمني في المحافظات المحتلة كمسؤولية أخلاقية وإنسانية عليها،
لا يمكن. أنا سمعت الدكتور محمد حينما يتحدث أنه الحكومة بحكم الانقلاب ومؤسساتها منهوبة لا يمكن أن نحملها. لا، في الأخير أنا الحكومة هي المسؤولة أيا كان الظرف التي هي فيه. يفترض الحكومة اليمنية تكون لديها أولا الخطة ومن ثم القدرة على أن تحل هذه الإشكاليات، أو على الأقل أن تكون واضحة وشفافة مع المواطنين. إذا كانت الحكومة غير قادرة على أن تحرر منطقة فلتحرر تحرر الإنسان قبل أن تحرر الأرض. تحرير الإنسان في هذه المناطق هو بتوفير أولا البيئة المناسبة لأن يعيش فيها، ومن ثم نأتي عن نتكلم عن تحرير الأرض كمساحة جغرافية. لأنه إذا ما حررت الأرض وبقي الإنسان يعاني ويشكي من الوضع الإنساني الكارثي فيها، فهنا سيصبح الإنسان غير محرر. التحرير يعني أن توفر له البيئة المناسبة، الخدمات أن تكون متكاملة أو شبه متكاملة، أن يجد الغذاء والدواء والمأوى كما تحدث زميلنا الصحفي. لذلك مرة أخرى أنا أؤكد أن بيان ولد الشيخ هو بيان الهدف منه ابتزاز سياسي، والحكومة هي المسؤولة عن توفير كل ما يحتاجه المواطن في هذه المديريات وهذه المحافظات. والحكومة الآن قادمة على خطة أخرى لتحرير محافظة الحديدة، وبدأت بالعمل والاستعداد لما بعد المخا. ما الذي ستعمله في المخا حتى تجد أن المواطن في المديريات الأخرى يرحب بوجودها؟ يفترض أن يكون المخا نموذج من لوجود الدولة بمختلف مؤسساتها، وجود المأوى والغذاء والدواء، وأيضا والاهتمام بأن يكون تخفيف الضرر على المواطن. حتى وإن كان هناك عملية عسكرية يفترض أن يراعى وضع المواطن، تراعى المساكن، تراعى المؤسسات الخدمية، حتى يجد المواطن ما يجعله يقيم يعني قوته اليومي من خلال هذه المؤسسات. إذن ما رأيك دكتور محمد في مطرح الأستاذ أحمد في تحميل الحكومة مسؤولية كبيرة، خاصة يعني حتى وإن لم تكن لديها الإمكانات الكافية أو هي حكومة في نهاية الأمر منهوبة، ولكن هذا لا يعفيها من مسؤوليتها؟ بكل تأكيد الحكومة عليها واجب أخلاقي وعليها واجب إنساني وعليها واجب قانوني وعليها واجب سياسي تجاه شعبها وتجاه مواطنيها. عليها أن تبذل كافة السبل وتطرق كافة الأبواب من أجل تلبية احتياجات الإنسانية للمجتمع اليمني من أقصى إلى أقصى. أختي العزيزة، المشكلة اليمنية والمأساة اليمنية ستستمر طالما استمر الانقلاب. هذه النقطة المركزية التي يجب التركيز عليها. النقطة الأخرى بالنسبة للمنظمات الدولية، نحن ندعو كحكومة وكوزارة حقوق الإنسان، ندعو الأمم المتحدة كما جاءتنا قبل أسبوع منظمة Human Rights Watch إلى عدن والتقينا بها ونزلت على يعني بزيارات ميدانية وفتحنا لها كافة المنشآت وزارة الداخلية وكذلك كافة المنشآت الحكومية للإطلاع عن كثب وعدم رفع أي تقارير إلا بموجب مشاهدات حية. الآن هناك حكومة شرعية موجودة على أرض يمنية تستطيع أن تقوم بواجباتها بحماية المنظمات الدولية. لماذا لا تنتقل المنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لتمارس مهامها بكل حيادية؟ ونحن وصلت سنكون متزمين بمساعدتها حتى تصل تقاريرها بشكل إلى المعلومات بشكل حقيقي، وعدم وجود أي ترغيب أو ترهيب كما حصل مؤخرا مع منظمة اليونيسف في صنعاء حينما تم إيقاف أنشطتها من قبل العصابة الانقلابية هناك. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور محمد عسكر نائب وزير حقوق الإنسان، كنت معنا عبر سكايب من عدن. الشكر لك أستاذ أحمد البحيح الناشط السياسي، كنت ضيفنا في الاستوديو لهذه الليلة، كما هو لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.